الاذاعه من هاي سمنطوقي للقصيده هاي سراقي كلمات صقر يسلم بن قحران المنهالي مجرى على كلمات الشاعر عشير بن عبد الله المنهالي اداء الفنان حسين ابو زوينه بيبدع من هيس منطوقي للقصيدة هجسي راقي هجسي قد جر طاروقي في الزالة هيس في اللاقي من هالأبيات مسبوقي بالجاري بدع الرفاقي قولهم من كل الشقوقي في الهوى قد نكش عواقي كمين مصفوقي الهوى خلاه صفاقي ما يذوق النوم وريوقي حالته صعبه بالأطاقي عذبه لي لابس الطوقي الذهب في العنق طواقي بالجمال الزين مرموقي زين حسنه نادر تلاقي في حبوبه ماشي فلوقي طبقها مطبوق بطباقي عندهم القلب مسروقي همت في حبه من عماقي وتسبب في بلاعوقي من عذابه زي درهاقي من غيابه صرت مزهوقي حياتي زايد زهاقي ريت شيف رصات بالحوقي نلتقي بزيارة الحاقي في دياره نضحك دحوقي عانيين الوصل بدحاقي كانه نطرق طروقي من بوابه جيه طراقي المكانه نطرق طروقي من بوابه جيه طراقي يلتفت صوبي بالحدوقي شط بالعينين حداقي بيداوي يا خوي عوقي وعلاج العوق لعاقي ما مثله شفت مخلوقي في بلاد الفرس وعراقي باللسان القول مقلوقي لا حكى في قول هدى
ذواقي هرج قوله عز وصدوقي في التواضع طيب خلاقي يتقن المعنى على الذوقي في سلوم العز مصداقي من حسدها عله مرفوقي ما يصيب هم وضلاقي ذي كلامي صوبه يسوقي الكتاب وسط الأوراقي حاضني في زينها شوقي زايد هلو لي فشواقي لي مراسي داره شروقي من دياره شمس شراقي داره شروقي من دياره شمس شراقي ما مثله شفت مخلوقي في بلاد الفرس وعراقي ببدع من هيس منطوقي للقصيدة هاجس راقي هاجس قد جر طاروقي